الحمد لله الذي أكرمنا في رمضان في العشر الأواخر لنزداد فيها من إحياء الليالي وشد المهازر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم بما يجري في هذا الكون من المظاهر والظواهر، الخبير بما فيه من الأسرار والنوادر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأكابر وعلى التابعين لهم بإحسان ما دام في الدنيا من يجتنب النواهي ويرتكب الأوامر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فاتقوه ولا تعصوه. ها نحن في العشر الأواخر من رمضان، وفي بداية الشهر كنا نقول أهلا رمضان، واليوم نقول مهلا رمضان، فجله قد ذهب والباقي فيه أفضل من الذهب، فلئن ضيعت ما ذهب فلا تضيعن ما تبقى لك من الذهب، فقد أعده الله تبارك وتعالى ليطهر به القلوب من الخيوط وليحفظ به الجوارح والأعضاء من الذنوب حتى يكون المسلم في شوق لطاعة علام الغيوب. أسرعت يا شهر، أسرعت يا خير الشهور مهبلا، هل انتظرت المذنبين ليركبوا؟ ما أسرع الأفراح حين تمرنا كالبرق يلمع في السماء ويهبب. كثير من الناس حين يدخل رمضان في العشر الأواخر يقولون ها قد انقضى، قد بات جله ومضى، فيتكاسلون عن العمل ويتقاعسون عن تحقيق الأمل. وشهر رمضان أفضل الشهور وأفضل عشراته العشر الأخيرة، لأنها خواتيم الأعمال والأعمال بخواتيمها، ولأنها تحتضن في أحشائها ليلة القدر. وأفضل ليالي العشر الأواخر عند الله هي ليلة القدر، إذ هي ذكرى وأعظم بها من ذكرى، ذكرى دستور المسلمين وذكرى نزول القرآن الكريم. يقول ربنا تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ويقول عز من قائل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فبإحيائها يكون المسلم أو يكون المسلم لنفسه عمرا كاملا من الطاعة والعبادة. فألف شهر تعادل 83 سنة وأربعة أشهر، ولكن أي ليلة هي ليلة القدر؟ اختلف العلماء في تحديدها ولم يتفقوا على قول واحد. وعلى وجه التقريب أقول منهم من يقول هي في السنة كلها، ومنهم من يقول هي ليلة من ليالي رمضان، ومنهم من يقول هي ليلة من ليالي العشر الأواخر، ومنهم من يقول هي ليلة من ليالي الأوتار من العشر الأواخر، ومنهم من يقول هي ليلة 27 من رمضان. ولكن الراجح أنها ليلة وترية من ليالي العشر الأواخر. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فيمكن أن تكون هذه الليلة إما ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 من ليالي هذا الشهر العظيم. وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر، فيرد عليه الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه
رمضان أكشف لكم الستار عن صورة من قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقارن أنفسنا بسببنا وبنبينا صلى الله عليه وسلم وحتى يعلم كل واحد منا قدره. الصورة الأولى نشاهد فيها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه المعروف بكثرة التهجد وبكثرة قيام الليل يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الصلاة، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم النيام حتى هم عبد الله بالمغادرة وترك الصلاة. روى الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. الصورة الثانية نشاهد فيها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان بعضهم يعتمد على العصي، نعم كان بعضهم يعتمد على العصي من طول القيام. روى الإمام مالك في موطئه عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس في رمضان بأحد عشر ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئتين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في طلوع الفجر. تلك هي صورة التقطها الصحابة عن عبادة القيام في رمضان، إنها صور إذا أحسننا الاستفادة منها سوف نحصن بها أنفسنا ضد الإعجاب والغرور، وندفع بها عن أنفسنا مساوئ الكسل والخمول، وتدفعنا إلى المحافظة على صلاة العشاء وصلاة التراويح والقيام شيئا من الليل والمحافظة على صلاة الفجر، وتقربنا إلى الله العلي القدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على خيار عباده الذين اصطفاه. عباد الله، ينبغي للمسلم في هذه الليالي المباركة وهي أيام للدعاء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن كانت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء. أقول: ينبغي للمسلم أن يدعو في هذه الليالي العشر وأن يستعرض في نيته مشاكل الأمة ومعاناتها، ولا ينبغي أن يكون أنانيا حتى في دعائه فيطلب العفو لنفسه ولمشاكله الخاصة فقط. فاستعرضوا جزاكم الله مشاكل الأمة واسألوا الله العفو والرحمة وكشف الهم والأمة، وقد جاء في الأثر: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. تذكروا وأنتم تعيشون فتحات هذه الليالي العشر بأمن وأمان وراحة واطمئنان، تذكروا إخوانا لكم أنهكتهم الهروب وأغرقتهم الخطوب وأغرقتهم الفتن، تذكروا هؤلاء وأنتم في نفحات هذا العشر، واحمدوا الله تبارك وتعالى على ما أنتم فيه من أمن وأمان، ولا تنسوهم من دعواتكم الصالحة بأن ينفس الله قلبهم ويفرج همهم ويشتت شمل عدوهم. تذكروا وأنتم في هذه النفحات وفي نفحات هذه العشر إخوانا لكم أرقهم الفقر وأقعدتهم الحاجة، فمن فمنهم من لا يجد لباسا يواريه ولا مسكنا يأويه ولا طعاما يشبعه ولا شرابا يرويه، فاحمدوا الله تبارك وتعالى على ما أنتم فيه من نعم وخير، ولا تنسوا إخوانكم هؤلاء من دعواتكم الصالحة بأن يمنيهم الله أو أن يمني الله فقيرهم ويشبع جائعهم ويكسو عافيهم ويسد حاجتهم ويكشف فاقتهم، ولا تنسوهم كذلك من مد يد المساعدة لهم إما بمال أو لباس أو طعام أو لحال. تذكروا وأنتم تعيشون
ومنهم من لا يقبل له جمع من الألم، ومنهم من لا يهدف له ذلك. آلام متعبة وأوجاع مؤلمة. احمدوا الله، احمدوا الله على نعمة الصحة والعافية والسلامة. ولا تنسوا إخوانكم أولئك من دعواتكم الصالحة بأن يشفي الله مريضهم ويزيل بأسهم ويبرد همهم ويكشف كربتهم. تذكروا أيها الإخوة الأحباب، وأنتم تعيشون نفحات هذه الليالي العصر بالقيام إخوانا لكم قيدتهم الذنوب وكبرتهم الخطايا، فمضى المؤمنون المجيدون بطاعة الله، وتنافس الصالحون الناصحون في التقرب إلى الله. وهؤلاء في لهوهم وغيهم سائلون، وعن طاعة الله والتقرب إليه متقاعسون، وعن المعاصي والخطايا والآثام مكفون. تمر عليهم مواسم العبادة والطاعة والمنافسة في فعل الخيرات فلا يتحركون. تذكروهم ولا تنسوهم من دعواتهم الصالحة بأن يهديهم الله ويسددهم ويرشدهم ويردهم إليه ردا جميلا. تذكروا هؤلاء واحمدوا الله عز وجل على ما أمدكم به من توفيقه وما هداكم إليه من التقرب إليه وإلى مرضاته. ثم سلوا الله عز وجل الثبات، ثم سلوا الله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. ولا تنسوا هؤلاء الخطائين المخطئين في دعواتكم الصالحة. فاللهم اهدنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على طاعتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار برحمتك منك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن يصوم الشهر ويدرك ليلة القدر ويفوز بالثواب والقدر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا اللهم الجنة مع الأبرار برحمتك منك يا عزيز يا غفار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى استووا واعتدلوا يرحمكم الله. أقيموا صفوفكم وتراصوا فيها، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أكملوا الصفوف الخلفية، سدوا الخلل والفرج، أتموا الصف الأول فالأول. ادعوا الله في سجودكم وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.